زار الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للحوار والتعايش السلمي والسيدة بيتسي ماتيسون رئيسة جمعية هذه هي البحرين عددا من الجهات الدينية والعلمية والثقافية، وذلك في إطار نشر مبادرات مملكة البحرين المتعلقة بموضوع الحوار الديني والتعايش السلمي. لنشر رحيق ما تحمله من مشاريع رائدة في مجال التعايش السلمي وبث صور واقعية عن التعددية وقبول الرأي الآخر في مملكة البحرين، وصل مركز الملك حمد العالمي وبمعية جمعية هذه هي البحرين جولاتهم حول مختلف الدول وزيارة عدد من دور العبادة والمراكز الدينية والثقافية وحمل وثيقة مملكة البحرين التي تحمل رؤية حكيمة اختطها جلالة عاهل البلاد المفدى. زرت مملكة البحرين سابقا وقضيت بعض الوقت مع جلالة الملك، وقد حظينا بنقاشات عميقة جدا من خلالها تطلعنا لتطوير العلاقات بين البشر والتحاور بين الناس. عندما تشاهد بلدا مثل مملكة البحرين وهي تصدر إعلان سلام فهذا يصل مباشرة إلى قلبي ويجعلني سعيدا جدا، وأنا معجب كثيرا بهذا الأمر. إن إعلان مملكة البحرين للحوار والتعايش السلمي هو أقوى وأهم رسالة بإمكانك إحضارها للبشرية والناس جميعا وبالأخص لقادة الديانات والمعتقدات الدينية. أولا، إعلان جلالة ملك البحرين أثر فينا كثيرا، وأنا منذ فترة زرت البحرين وكنت في ضيافة صاحب الجلالة حيث كان استقباله ذا أثر في قلوبنا، خاصة من ناحية تفتحه وتسامحه الديني مع جميع الأديان المختلفة. أتمنى أن أستطيع زيارة مملكة البحرين مرة ثانية، وفي النهاية أود أن أشكر صاحب الجلالة مجددا لكل أفعاله العظيمة لمختلف الديانات والعرقيات. لأنها الحل الأمثل للبشرية جمعاء، فقد أشادوا بفكرة جلالة الملك المفدى وفلسفته الإنسانية في التقارب الديني والعرقي، وقد نالت تلك الرؤى وخاصة فكرة كرسي الملك حمد الأكاديمي إعجابا وترحيبا لا سيما في كلية الفنون الفرنسية. جميل هو سعي مملكة البحرين في تعزيز السلام وتسامح الأديان، والأجمل أن ملك مملكة البحرين هو من يقود هذا المشروع الرائد والإنساني. هذا المكان يزيد عمره على 700 سنة، وهنا نبذل جهودا جبارة لجعل هذا المكان منفتحا ويرحب بحوار الأديان، وأتمنى في المستقبل أن يتم فتح أبواب أكثر للتعاون بين البحرين وفرنسا، ويكون تدشين كرسي الملك حمد الأكاديمي في روما مصدرا لتحاور الأديان والسلام. تطلعات كثيرة تحملها مملكة البحرين لذاتها وللعالم ككل، طموح لا يأمل سوى رؤية جميع الأقاليم يحيون تحت قالب الإنسانية في مجتمع واحد ينبذ العنف والكراهية. لأنها نموذج في التعايش السلمي، ها هي البحرين هنا تواصل نشر تجربتها الرائدة في هذا المجال، وتنثر ما تحياه من تسامح ديني وانسجام مذهبي وعرقي. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف من العاصمة الفرنسية باريس.